يعني يناسبها. خد بال حضرتك احنا بنتكلم في 5.6 مليون موظف بالجهاز الاداري، للدوله بيضم 816 جهه حكومية ومصلحه حكوميه. صحيح 816 صح 816 و5.6 ده الرقم ده صحيح. هل كل جهه من دول اللي هيتوصلوا اليه هيطبق على كله، ولا كل جهه من دول حسب تعاملها ازاي مع المواطن والجمهور؟ لا لازم يبقى في، انا من وجهه نظري يبقى في مرونه في الاختيار، يعني يبقى عندي اذا فور اوبشنز هاخد هنقي اثنين واقول له انت عندك دي او دي وحسب طبيعه شغله، لانه مش كل المصالح زي بعضها. مش كل المصالح. وانا كمواطن بقى اقعد ادور بقى مصلحتي فين النهارده، هروح كذا، حضرتك دول بيشتغلوا امتى لا لا حضرتك هو النظام بعد تطبيقه بشهر هيستقر والناس تعرف كل حاجه. يعني وحدات الاداره المحليه مثلا اللي اكثر انتشارا واكثر عددا في ال 816 دول وتعاملهم مع الناس كتير. ايوه قطعا وحدات الاداره المحليه هتبقى نظام واحد في مصر كلها. ايوه خدت بال حضرتك؟ ايوه فهتستقر الاوضاع. لكن انا برضو ما زلت واقول زي ما قلت في الاول، يعني كنا هنعمل سيرفي للموظفين، هو اتعمل سيرفي لأفرع الجهاز المركزي في المحافظات بس، ما اتعملش لبقيه المصالح الحكوميه، وده طبعا ما ينفعش، لازم يتوسع قوي وناخد راي الموظفين اولا ثم نبدا نقاشا مجتمعيا، ولا داعي للاستعجال، اصل مش معقول لا لا خالص، اصل ده نظام هيعيش. هو بيثار ان اللجنه لها مده تنتهي منها في نهايه سبتمبر، ما ينفعش. يعني المفروض ان انا نقاش مجتمعي واسع عن طريق التلفزيون والصحافه طبعاً. والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ومين هيختار على اهداف ايه؟ الاهداف نرجع بس تاني لازم إيه الاهداف؟ الاهداف الاهداف اللي احنا عايزين من اجلها بالظبط. يعني الفلسفه تبقى واضحه، قانون ده يبقى واضح، لانه هقول لحضراتكم الاهداف ايه.